جوعتي. هلا والله جايز، امبارح نزلت ستوريات عندي على الانستغرام انا بعصر برتقال، وبعدين تفاجأت انه الناس كانوا كثير مهتمين بالموضوع. ستوريات جاب مشاهدات اعلى من كل ستورياتي للشهر الماضي، وبس كنت بعصر برتقال حرفيا. عشان هيك قررت اكرس هذا الفيديو، عشان بس اعصر برتقال. حيكون فيديو الي وانا بعصر برتقال بس. عصر البرتقال بيساعد على التركيز يا جماعة. ليش صورني انا بعصر برتقال؟ اسف. شو؟ اي ونت تو سوري ميس. بعث لك اياها؟ شو تبعث لي اياها؟ شو؟ مالك يا زلمة؟ كثير ناس بيعملوك غريب لما تكون بتعصر برتقال في امان الله. على فكرة بكفي اثنين. عملت كثير عصير. جد؟ اه. اشرب العصير هاي؟ اشرب. I
كم الساعة؟ 4 إلى 5. 4 إيش؟ 5 الفجر؟ اتوقع الكاميرا كانت اتوقع الكاميرا كانت تفصل عن بعصر برتقال. يا جماعة اسف الكاميرا بتفصل. مش هعيد الفيديو. لما اوقف العصب وبتفصل الكاميرا شوي والله شوف اوكي بطاط. بصراحة خلصت كل البرتقال هالفيديو فما بقدر اعيده يعني. كثير برتقال استخدمت. فيديوهات مو زي فيديوهات اليوتيوبرز الثانية اللي ما فيها تضحية ولا شيء، لا احنا فيديوهاتنا فيها تعب ومونتاج. دو يلا طلعوا يلا انت احكي له رايك الصريح. ها طبعا مش جامل. كيف بس كثير زاكي صح كثير ما عاد مصدق المشكله ما بعرف احكي. نايس زاكي كثير. يا جماعه انا ملك عصير البرتقال بقول لكم اياها من هسه ما حدا حتى ينافس. رحت من ملك الهبد صرت عصير البرتقال. اذا بدكم شغلات كمان زي هيك اشتركوا في القناه. لا توجع لي راسي خد جزره والله لك مش فاضي خد جزره.